مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية رواد الأعمال. وكما عودناكم كل أسبوع أن نستضيف رجلا مميز، ومن زاوية رجال الأعمال رحبوا معي بالأستاذ سعيد حلاوة، صاحب شركة حلاوة لتجارة المواد الغذائية. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذ سعيد. أسعد الله أوقاتكم، أهلا وسهلا فيكم بمحلكم. شكرا، شرفتونا. الله يزيدك شرف، تسلم. طبعا أستاذ سعيد بالبداية بحب أتعرف عليك ونعرف أيضا السادة المشاهدين أكثر بحضرتك وعن بداية حياتك العملية في دولة الإمارات. كيف بلشت فكرة التجارة، يعني فكرة التجارة بشكل عام لإلك؟ تفضل. والله يا سيدي الكريم، نحن مش بالصدفة، يعني أنا مش بالصدفة جيت على الإمارات. أنا مولود بالإمارات بحكم والدي كان موجود من زمن طويل، وهو اللي أسس فكرة التجارة من بداية السبعينات. حلو. فأنا بكوني مولود بالإمارات درست دراستي بأبو ظبي فترة شبابي، يعني كنت بالمدرسة بأبو ظبي، درست بمدرسة الوفاد الدولية. لما خلصت المدرسة نزلت على بيروت التحقت بالجامعة، وبطبيعة الحال بما أنه أهلي موجودين هون وعملنا موجود هون، فلما خلصنا الجامعة رجعنا على الإمارات واستلمت مع الوالد مصالحه وأشغاله في أبو ظبي، ولغاية ما كمان رجعنا انتقلنا إلى الشارقة سنة 2005، وبعدنا من 2005 لليوم بالشارقة. بالشارقة بس أعمالنا وأشغالنا بعدها موجودة بأبو ظبي وبالعين. جميل، كما هي، يعني عاملين بصمة ما شاء الله عندكم. الحمد لله. طبعا أستاذ سعيد، خلينا نتعرف أكثر على الخدمات اللي أنتم بتخدموها داخل شركة حلاوة اللي هي للمواد الغذائية. شو طبيعة المواد الغذائية اللي أنتم بتقدموها للمجتمع الإماراتي وغير الإماراتي؟ تفضل. والله شركة حلاوة هي شركة مختصة باللحوم، من كلمة المواد الغذائية نحن اختصاصنا اللحوم، اللحوم المبردة فقط. نعم، فقط. نقوم باستيراد اللحوم من عدة دول، أستراليا كأساس، الهند ودول أفريقية. ما في تحديد الدول الأفريقية، تتراوح بين أثيوبيا، كينيا، تنزانيا. والبضاعة بتجينا مستوردة بالطائرة دائما فريش، توصل بالأسبوع على كذا مرحلة. أها، حلو، جميل. فبضاعتنا دائما مميزة كونها أنه واصلة بعد الذبح بيومين ماكسيموم، يعني او بتكون الى يومين مذبوحه. فهذا اللي بيميز بضاعتنا نحن عن غير المواد الموجوده بالاسواق. في كثير انواع، في كثير لحوم موجوده بالسوق، واختصاصنا نحن باللحوم المبرده المشحونه بالطائره كونها مطلوبه وبتخدم شريحه اوسع من سوق الامارات. برافو عليك. طبعا أستاذ سعيد كخبير في مجال اللحوم، شو أفضل أنواع اللحوم؟ هذا السؤال ما بيتجاوب علي شو أفضل أنواع اللحوم، كوننا نحن بدولة الإمارات في عنا عدة أذواق. خلينا أذواق. نعم. مزبوط، عدة أذواق تتراوح من شخص إلى الآخر. فبلاد الشام بفضلوا الأسترالي. نعم صحيح. أهل البلد هون بفضلوا الماعز اللي هو الهندي أو الأثيوبي، كما الآسيويين بفضلوا الماعز، ما بفضلوا يأكلوا لحوم الأغنام اللي هي جاي من أستراليا. فما في إجابة صحيحة إنه يعني لولا تعدد الأذواق لبارت السلع. نعم، يعني في نعم. سبحان الله، يعني نعم. ما شاء الله عنكم سيدي، الله يوفقكم وإن شاء الله دائما تضلوا على القمة. شكرا. وتستمروا في هذا السوق العظيم، أنتم بتستاهلوا أنكم تكونوا ناجحين في هذا السوق. طبعا خلينا نتعرف على نظرتك المستقبلية كبزنس مان، شو عندك الفيجن للمستقبل؟
نحن بدولة الإمارات سوقنا سوق قوي جدا. نعم. اللي عم نمر فيه نحن هلا شغلي بدأت تمر إن شاء الله مرور الكرام بجهود القيمين على الدولة، بجهود المجتمع اللي عم تبذل، والجهات الرسمية. هذا الموضوع ما لح يأثر. سوق الإمارات سوق قوي جدا ومستقر، والاستثمار فيه آمن ومردوده جيد. فإن شاء الله المستقبل يعني واعد، ونحن كشركة بنحاول نضلنا نستمر بهذا السوق بالتطور إلى فروع أخرى من فروع الأسواق المحلية. إن شاء الله الأمور تمشي إن شاء الله كما يشتهي الجميع إن شاء الله. طبعا احنا قبل ما ننتقل للسؤال الاخر بنحب نوضح للمشاهدين اكثر عن موقع الشركة، وين احنا موجودين بالشارقة. نحن موجودين حاليا بالشارقة الصناعية الرابعة. الصناعية الرابعة خلف معرض تويوتا شارع الوحدة، خلف معرض الفطيم. تويوتا الفطيم. جميل. نحن موجودين هون، يعني هذا الفرع من سنة 88. حلو. اللي هو هذا اللي احنا فيه الان، اللي احنا فيه كان قديم وتجدد، بس من سنة 88 الفرع موجود بإمارة الشارقة. جميل. مش اليوم ومش امبارح، فجينا عراقة هاي بسموها. نعم. جينا نعم بالشارقة إلنا زمان، إلنا فترة طويلة، مثل أبوظبي. يعني أبوظبي بحكم انه كنا مقيمين، وانا واخواتي واهلي كنا اخي اللبنانية شاطرين. اللبناني من يعني الفلسطيني واللبناني من اول الناس اللي اجوا من الجاليات العربيه على البلد. يعني صحيح. حسب معرفتي ومخلطتي مع الناس، يعني مش عم بحكي انا ارقام ومرجعيات، يعني عم بحكي انه من الاشخاص اللي التقيتهم بحياتي، هذا فلان جاي بال54 وهذا شخص جاي بال67 ووالدي بال68، فاغلبهم كانوا يحكوا لي. يعني انا مش عم بدعي انه من معلوماتي من مرجعيات، يعني بس عم يعني بناء على أقدام الجاليات العربية الكبارية اللي كنا نعرفهم، اللي كنا نعيش بمحيط واحد. فالفلسطيني واللبناني من أول الناس حسب معرفتي البسيطة اللي إجوا على الإمارات. سيدي الله يحيي أصلك. الله. طيب. شكرا. طبعا مشاهدينا الكرام، أرقام التواصل والويب سايت في أسفل الشاشة مع الإيميلات واللوكيشن. طبعا أستاذ سعيد، الآن أنت بتعرف أنه زي ما ذكرت هلا، يعني أنتم ما شاء الله عمر في هذا البلد، أكيد بتعرف أنه دولة الإمارات رقم واحد بالعالم تنعم بالأمن والأمان، بالسعادة، بالرفاهية، بالبيئة الاستثمارية. لازم إحنا طبعا نوجه رسالة شكر لشيوخ دولة الإمارات وحكامها، نبدأها بسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله ورعاه، طبعا من شركة حلاوة للمواد الغذائية، ومن الأستاذ سعيد حلاوة. تفضل. والله انت حضرتك جيت على النقطة الجوهرية. نعم. نحن بالإمارات أول شيء طول عمر الشيوخ. نعم. والحكام بالإمارات ومجلس أعمى حكام الإمارات. نحن هون بالإمارات في عنا النعمة الأساسية اللي هي خلت اللبناني والأجنبي والوافد كله يجي يقعد هون، اللي هي الأمن والأمان والمعاملة الحسنة وعدم التفرقة. صح. نحن هون
أنا كوني مولود بالإمارات، أنا يعني ما فيني أقول ده بلد التاني، هاي دي بلدي. أنا عايش بالإمارات أكثر بكثير من ما عايش في لبنان، بعرف الإمارات أكثر من بعرف لبنان، فما فيني أقول عنها البلد التاني، هاي بلدي الأصلية. أنا مولود بالإمارات، أنا مواطن إماراتي قبل ما أكون وافد لبناني. بنظر له هيك والناس بتنظر لي، معارفي بيعرفوني ابن البلد. فالحمد لله نحن عايشين بأمن وأمان، الحمد لله. أولادي هلأ الجيل الثالث، يعني والدي بعدين أنا، هلأ أولادي بيروحوا بيجوا وبيظهروا من البيت، وأنا ما عندي أدنى أدنى ما بتخطر على بالي إنه فكرة إنه يصير معهم شيء أبداً. عشنا هون عمر الحمد لله ما شفنا شيء كدرنا أبداً، الحمد لله. طبعاً إحنا أيضاً من قناة سما العين نتوجه برسالة شكر لشيوخ دولة الإمارات وحكامها وشعبها الطيب أيضاً، وبنتوجه لإلك أستاذ سعيد حلاوة برسالة شكر أيضاً للاستقبال الرائع في الشركة الخاصة بحضرتك، وإن شاء الله رح نستعرض بعض الصور هلأ للمشاهدين، وبنتمنى لك المزيد من التقدم والنجاح. شكرا، بارك الله فيك، اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا بالبرنامج عندنا هون، زدتونا شرف. شكرا، الله يزيدك شرف. شكرا مشاهدينا الكرام، الى هنا نختم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم سما العين وعلى التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.